ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي تعادل سلبياً مع شباب لوزداد خلال المباراة اللي جمعتهم على استاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. بالنتيجة دي بيرفع الأهلي رصيده لست نقاط وبيحافظ على صدارة قمة المجموعة الرابعة. ونادي الزمالك واصل تدريباته الجماعية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري، وخصص المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه جوميز فقرة تدريبات بدنية، وده لتدريب اللعيبة على بعض الجمل الفنية، ده غير التدريبات الخاصة بالمواقف الهجومية لزيادة الفعالية على المرمى. كمان أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وده بعد ما تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية فريقه أمام فريق الشباب مواليد 2005. كمان فريق كرة اليد في نادي الزمالك فاز على الفريق الأهلي بنتيجة 29-28 برميات الجزاء على صالة أكتوبر الدولية، وده ضمن خامس جولات المرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي. لاعب المصري البورسعيدي السابق وبور فؤاد الحالي عز الدين البسطي وقع عقد احتراف مع نادي براندون يونايتد الانجليزي احد انديه دوري نورزان ليج في شمال انجلترا، وده بحضور كابتن ابراهيم هلهول المدرب المصري في الاتحاد الانجليزي. ومبارح تأهل خمس لعيبة مصريين للدور ربع النهائي ببطولة سكواش اون فاير اللي بتقام في واشنطن، وهم امين عرفي ومنى وليد هنا معتز يوسف ابراهيم ويوسف سليمان. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت التتويج الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بجائزة أفضل مدرب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر يناير 2024، ليحصل مدرب ليفربول على الجائزة للمرة العاشرة في مسيرته. كمان البرتغالي جوتا لاعب فريق ليفربول الانجليزي حصد جائزه لاعب شهر يناير في الدوري الانجليزي الممتاز، وده بعد ما نجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين ليحصد الجائزه للمره الاولى في مسيرته. الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أعلن إقالة مدرب المنتخب الأول يورجن كلينسمان من منصبه، وده بعد الأداء الضعيف لمنتخب كوريا الجنوبية وخروج الفريق من الدور قبل النهائي في كأس آسيا. خلاص خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية هنرجع لمحمد وجمانة نكمل معهم فقرتنا. نشكرك لمياء.